صحيح. زين، افتح المايك غلبك. تمام، هيك الصورة باينة ولا إيش؟ هيني فتحت الكاميرا. هيك تمام. طيب استنى نزار جاهز؟ استنى شوي بس شوي بس أوكي. بس سكروا المايك عشان ما تصير صدى صوت. أسامة موجود؟ أسامة جاهز زمني. مري أنا جاهز. يلا اوكي، اسامه موجود؟ اسامه موجود، ارفع ايدك. طيب زينب بتقومي بالمهمه بدل اسامه، يبدو انه عنده اشكال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم في الحلقه الثانيه في الموسم الثالث من برنامج استكشاف العلوم. ضيفتنا في هذه الحلقه الدكتوره منيره فياض، وراح يدير معنا الحلقة الطالبة زينة صبح من المدرسة الصناعية في نابلس. إن شاء الله راح ينضم لنا الطالب أسامة من المدرسة الصلاحية. تفضلي يا زينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، أعزائي المعلمين والمعلمات، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم التي تتحدث عن آفاق واعدة في الطب التجديدي الحديث. ما هو الطب التجديدي أو طب إعادة التأهيل الإصلاح والاستعانة للوقاية؟ هو فرع من الإبحاث المختصة بترجمة هندسة الأنسجة وعلم الأحياء الجزيئي لاستعادة وهندسة وتجديد خلايا وأنسجة وأعضاء البشر لجعلها تعمل بطريقة طبيعية وبدون جراحة أو أدوية. ويهدف هذا المجال لتنشيط آليات الإصلاح الذاتية للجسم، وأيضاً يختص هذا المجال في علاج بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وإصلاح أنسجة القلب والأوعية الدموية، وأيضاً يختص بالتقدم بالعمر. تتحدث المحاضرة عن التأثير الناتج عن التقدم بالعمر على صحة الخلايا الجسدية وانعكاسها على الصحة من خلال ظهور أمراض كالسكري وأمراض المفاصل والأمراض العصبية، كما تسلط الضوء على أهم التطورات في الطب التجديدي ودور الخلايا الجذعية في علاج تلك الأمراض. تركز المحاضرة أيضاً على الآفاق التي أتاحتها بصيلة الشعر مؤخراً كمصدر وفير للخلايا الجذعية المتنوعة وطرق الاستفادة منها. دكتورة منيرة فياض، باحث مختص شركة أكوان بيوتكنولوجي تورنتو كندا، باحثة حاصلة على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية وعلم الأعصاب مع التركيز على الأمراض التنكسية العصبية وأمراض الشيخوخة العصبية من جامعة حمد بن خليفة في قطر. حصلت على درجة الماجستير في العلوم البيولوجية والطبية الحيوية من نفس الجامعة. عملت سابقاً كباحث في جامعة بوترلو في كندا، وتعمل حالياً كباحث مختص في شركة أكورن بيوتكنولوجي في كندا. تقود فريق بحثي يركز على دراسة الخلايا الجذعية المستخلصة من بصيلة الشعر واستخداماتها في الطب التجديدي كمصدر غير جراحي للخلايا الجذعية. أهلاً وسهلاً فيك دكتورة، ونورتينا بالبرنامج. دكتورة، ما هو الطب التجديدي وماذا يؤثر على صحة الخلايا الجسدية وبصيلات الشعر؟ شكراً زينة على المقدمة، وبحب أتشكر بالبداية وزارة التربية والتعليم على المبادرة وعلى البرنامج الرائع، وبالأخص بحب أتشكر الأستاذ رضا الصدر على ترشيحي لهذه المحاضرة. بصراحة أنا اليوم ممتنة جداً وسعيدة جداً أني أكون معكم، وبالرغم من أنه أكملت تعليمي في خارج فلسطين الحبيبة، إلا أنه الواحد دائماً بيطمح أنه يساعد بإشي لو بسيط ويساعد طلاب بلده. وربما هاي المواضيع اللي اليوم رح أشارككم فيها وجزء من الأبحاث اللي عملتها في الخارج تفتح آفاق لبعض منكم بتخصصات جديدة أو معلومات جديدة. رح أجاوب سؤالك زينة خلال المحاضرة على الطب التجديدي، أو رح أعرفه في بداية المحاضرة.
كما عرفت عني زينة، اسمي منيرة فياض، حصلت على البكالوريوس في علم الأحياء بال 2015 من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبعد هيك كملت تعليمي، عملت الماجستير والدكتوراه في العلوم الحيوية والطبية في جامعة حمد بن خليفة في مؤسسة قطر. تخرجت بال 2020 وكان تخصصي على النيورو ديجنريشن، أو اللي هو الأمراض التنكسية العصبية اللي بتصاحب التقدم بالعمر والشيخوخة، مثل مرض باركنسونز ومرض الزهايمر. بعتبر هذا هو تخصصي بالدرجة الأولى، الأمراض العصبية. اشتغلت كثير عليها بخلال الماجستير والدكتوراه، وما بعد ذلك عملنا على تطوير أجسام مضادة لحتى تقدر تتعرف على التكتلات السامة اللي بتتركز في الدماغ لمرضى باركنسونز، ونستخدمها كأداة تشخيصية مبكرة وأداة علاجية للمرض. كملت في نفس المجال لما طلعت على جامعة ووترلو في كندا كباحث ما بعد الدكتوراه بمجال النيورو ديجنريشن. ومن تقريباً سنة اشتغلت في شركة ناشئة اسمها Acorn Biotechnology في تورونتو، ومجالها شوي مختلف، هي بتركز على الستيم سيلز أو الخلايا الجذعية، وهو مجال حتى نوعاً ما جديد بالنسبة إلي، بس تعلمت كتير أشياء خلال السنة الماضية، ووجدت إنه مجال رائع، مجال كتير مطلوب وكتير عليه اهتمام في العالم العربي والعالم كله، فحبيت أشارككم بعض المعلومات وبعض الأبحاث من هذا المجال الجديد. حابة أبدأ بمقولة من دكتور ألان روسل، مدير المعهد التكنولوجي الصحي في جامعة كارنيجي ميلون ومعهد الطب التجديدي أو مركز الطب التجديدي في جامعة بيتسبرغ. المقولة بتقول: كل 30 ثانية يموت مريض بسبب مرض يمكن علاجه باستخدام زراعة الأنسجة. في المستقبل القريب، بفضل التقدم في الطب التجديدي، أصبح بالإمكان تفادي ذلك، تفادي قوائم الانتظار الطويلة اللي الناس بتقعد تستنى بس ليجيها دور في زراعة الأعضاء أو زراعة الأنسجة التالفة. فممكن تفادي هاي الأشياء كلها في المستقبل القريب بسبب الطب التجديدي. فخلينا نعرف الطب التجديدي ونجاوب السؤال اللي سألته زينة في البداية. الطب التجديدي مثل ما حكت هي تقنيات حديثة، أساليب طبية هدفها الأساسي تغيير أو إصلاح الخلايا. إحنا منتجنب الأدوية، منتجنب نعالج الأعراض، منعالج أو منصلح الأنسجة أو الخلايا أو الأعضاء التالفة لحتى تستعيد وظيفتها الحيوية الأساسية عن طريق استخدام الآليات الإصلاحية الذاتية للجسم. الفكرة من الطب التجديدي هو إنه جسمنا نفسه قادر على إصلاح ذاته بشكل عام. لما ننجرح الجسم بالأم الجرح، وهذا الإشي بنطبق على جميع وظائف الحيوية للخلايا وللجسم، في آليات إصلاحية ذاتية. فتفكروا الباحثين والعلماء، قالوا ليش ما نستغل هاي القدرة على جسمنا إنه يصلح ذاته، ونحاول نفهم كيف بيعمل هذا الإشي ونستخدمه لعلاج الأمراض بدل ما نداوي أعراضها فقط. فإذا بدنا نعرف الـ regenerative medicine أو الطب التجديدي أو التجددي كما يطلق عليه، نحكي عن كذا فرع لإله. وهدول الأفرع مع إنهم مختلفين وكل واحد فيهم مجال بتعمقوا فيه الباحثين في الدراسة، بس مترابطين جداً بهدفهم اللي هو إصلاح الوظائف الحيوية للخلايا والأنسجة. المجال الأول هو الخلايا الجذعية أو الستيم سيلز، وحتعمق فيه خلال المحاضرة إن شاء الله. المجال الثاني هو التشيو إنجينيرينج أو الهندسة الجينية للأنسجة، وهو عبارة عن المجال بيحكي عن كيف نعدل جينياً أو وراثياً الأنسجة اللي هي عبارة عن مجموعة خلايا بتقوم بوظيفة معينة لحتى تنتج وظيفتها الرئيسية. لأعطي مثال، على سبيل المثال البنكرياس، في نسيج اللي هو البيتا آيلز أوف لانجنهانز اللي هم بنتجوا أو بفرزوا الإنسولين لتعديل مستوى السكر في الدم. بمرض السكري بتتلف هاي الخلايا، وشيئا فشيء بتلف النسيج ويبطل قادر على إفراز هاي المادة. فالهندسة الجينية بتحكي عن إنه بدل ما إحنا نعطي المريض مثلاً علاج الإنسولين مدى الحياة، لا، نصلح الخلايا هاي، نصلح النسيج ونقوم بزرعه أو بحقنه في البنكرياس، فنقدر نخلي المريض قادر على إنتاج الإنسولين بنفسه بدل ما يتعاطى هاي الأدوية. ثالث مجال اللي هو البيو ماتيريالز أو السكافولز، بتحكي عن الهياكل. طبعاً إحنا لما نحكي عن زراعة عضو أو زراعة نسيج، ما بنقدر نسجمه مع نخليه ينسجم مع الجسم كله إلا لما نفكر بالبيئة المحيطة فيه، بالسكافولد أو الهيكل المحيط فيه. وهاي الأشياء عبارة عن مواد مصنعة بتتوافق مع الجسم، ما بيحاربها الجسم، ما بيعمل مناعة ضدها. فهذا كمان مجال لوحده. فالثلاث مجالات هاي بتترابط مع بعض وبتأدي إلى طبعاً مبدئياً إنه نقدر ننتج أنسجة أو أعضاء كاملة بشرية لإصلاح الوظائف الحيوية.
هلا إذا بدي أتعمق وأحكي عن الخلايا الجذعية وتعريفها، شو هي الخلايا الجذعية؟ خلينا نرجع لورا، هي نوع من خلايا الإنسان طبعاً. إذا رجعنا لأصل الإنسان، أصل يعني الجنين كيف بيبدأ نموه، بيبدأ من طبعاً خلية ملقحة، البويضة والحيوان المنوي بيقوموا بتلقيح، بتصير عبارة عن خلية واحدة ملقحة، بتصبح خليتين ثم أربعة بعدين ثمانية وما إلى ذلك. فهدول الخلايا البدائيين أو اللي بيبدوا في نمو الجنين بيكون عندهم قدرة عالية نفاذة على إنهم يتخصصوا، وممكن نعتبرهم مثل مواد خام للجسم، لسه ما تخصصوا، ما صارت خلية عين أو خلية رئة أو خلية عصبية، ما تخصصت بشكلها وبوظيفتها وبشو بتفرز شو بتعمل شو مكانها بالجسم، لساتها خلية جذعية بنسميها، فمادة خام للجسم. في بداية نمو الجنين بيكون مليان في خلايا الجذعية بكثرة، وشيئا فشيء طبعا كل ما ينمو بتتخصص وبتصير أعضاء مختلفة وأجهزة مختلفة وبصير الإنسان متكامل. هلا لما يبلغ الإنسان ويصير طبعا إنسان بالغ، لسه بتتواجد هاي الخلايا الجذعية بأعداد أقل بكتير من الجنين، ولكن موجودة ببعض الأعضاء مثل مثلا النخاع العظمي، مثل البشرة، الأنسجة الدهنية، العضل، وفي كذا مكان في الجسم موجودة في هاي الخلايا الجذعية بأعداد قليلة. وكل ما نكبر بالعمر بتقل، ولكن وظيفتها في الإنسان البالغ هي إنها تعمل رينيوال وريبير، يعني تصلح الخلايا التالفة، تبدل الخلايا أو تنقسم إلى خلايا جذعية جديدة في الجسم. فهاي هي فكرة الخلايا الجذعية، وهاي هي تعريفها ببساطة. هلأ إذا بنطلع على أنواع الخلايا الجذعية، حابة بس أخذكم على هذا الفيجر هون. إذا بنطلع على الخلية الجذعية اللي هي في الإمبريو أو في الجنين، بيسموها التوتي بوتنت إمبريونيك ستيم سيل. والتوتي بوتنت يعني ممكن ترجمتها لنقول إلها قدرة نفاذة أو قدرة عالية جدا على الانقسام، يعني هي واحدة من هدول الخلايا الأربعة بتكون، وهدول الخلايا هاي توتي بوتنت يعني إلهم قدرة كثير كبيرة إنهم يصيروا أي إشي وأي نوع من أنواع الخلايا. بعدين بيبدوا شوي شوي يتخصصوا، بيصيروا بلوري بوتنت، وبنقسموا إلى مثل ثلاث مسارات: اندوديرم، ميزوديرم، وإكتوديرم. وكل مسار من هدول تقريبا تحدد مسارهم، ف بصير في شوية حدودية بالتخصص، ولكن لسه عندهم قدرة إنهم يشكلوا أي نوع من أنواع الخلايا بعد هيك. وطبعاً كل ما تخصصوا مع الوقت لأنواع تانية من الخلايا بتقل هاي المقدرة على إنهم يتخصصوا، وبتقل كونيتهم إنهم يكونوا مواد خام، بصيروا خلاص متخصصين، إلى بالآخر إنهم يصيروا خلايا متخصصة غير جذعية، خلايا بالغة، خلية رئة، خلية بنكرياس، خلية قلب، خلية دم وما إلى ذلك. بتكون عندهم خلص وظيفة واحدة، لما يتضاعفوا بتضاعفوا بهذا النسيج، بيكونوا الخلايا كلها اللي بتشبه بعض، ببطلوا يقدروا يرجعوا لجذعيتهم إن صح التعبير. فلما نحكي عن مصادر الخلايا الجذعية، ممكن نلخصها بأنه نحكي الخلايا الجذعية ممكن تكون جنينية من الجنين وخلال تكوينه، أو خلايا جذعية بالغة موجودة فينا كلنا اليوم في هاي الأعضاء. طبعا الجنينية هي اللي بتكون عندها القدرة النفاذة، البالغة ما بتكون بهاي المرحلة، تقريبا بتكون هون بهاي المرحلة اللي بنسميها مالتي بوتنت، إلها قدرة بسيطة إنها تكون عدد من الأنسجة، ولكن ما بتشكل كل الأنسجة. ثالث مصدر من الخلايا الجذعية، وهو مش مصدر طبيعي لهيك أنا هلا ما حكيت عنه، بنسميه خلايا محفزة أو induced pluripotent stem cells. هي خلايا بالغة مش جذعية، ولكن تم تحويلها في المخبر لتصبح جذعية، تم إعادة برمجتها. يعني خلية بشرة مثلا أخذوها على المخبر وخلوها، أضافوا عليها مكونات معينة ومركبات، أعادوا برمجتها وصارت بهاي المرحلة، أو بهاي المرحلة مرحلة الستام سيلز، رجعت كأنها خلية جنينية بالخصائص. طبعا هذا الاكتشاف صار عام 2012 من قبل الياباني ياماناكا والبريطاني جوردن، أخذوا عليه النوبل برايز بالطب والفيزيولوجي، وهو الـ Induced Pluripotent Stem Cells بالإنجليش، أو تحفيز الخلايا لتصبح خلايا نفاذة من خلال إعادة برمجتها. طبعاً أحدثت هاي الاكتشاف هذا أحدث ثورة في عالم الطب التجديدي، صار في أكثر من 8000 تجربة سريرية حول العالم اليوم بمختلف أنحاء العالم على العلاج بالخلايا الجذعية المحفزة، وزادت عدد المنشورات العلمية بطريقة كتير كبيرة عن هاي الخلايا، لأنه أنتم مثل ما متخيلين اليوم
نظريا طبعا اذا واحد عنده مرض، خلينا نرجع لمثال السكري، صار ممكن اني اخذ خليه من الجلد عنده او من الشعر او ايا كان، احولها اخليها خليه جذعيه، وبعدين اخصصها بالمختبر لتصير خليه بنكرياس، واحقنها او ازرعها في البنكرياس مطابقه تماما لجينات هذا الشخص، مش محتاج لمتبرع، خليه عامله بوظائفها الحيويه، متاخده من نفس الشخص وبترجع لنفس الشخص احنا قعدنا برمجتها. طبعا الموضوع مش بهالبساطة لأنه في كتير تحديات بتواجه تطبيقه، بس عشان هيك هاي كانت النظرية أو الاكتشاف كتير كبير وأخذت جائزة نوبل. الطب التجديدي من الرأس إلى القدم، حاليا في كتير دراسات في المختبرات وفي تجارب على عدد من الأمراض، في منها طبعا في مختلف المراحل، في منها قريبة لأنها تصير معتمدة، في منها لسه في بداية المراحل الأبحاث، بس حطيت هون كذا مثال عليها وشو في أشياء بدوا إنهم يعالجوه بالطب التجديدي، من الصلع لحتى الباركنسونز ديزيز مثلا، للماكيولر ديجنريشن اللي هو الضمور في النظر المصاحب للتقدم بالعمر، أمراض القلب. في أكثر من جامعة قدرت تعمل 3D printed heart اللي هو أخذوا الخلايا الجذعية خصصوها لخلايا قلب، واستخدموا ماشينز مثل برينترز 3D printers، بعطوها الخلايا والأنسجة وبتقوم بطباعتها بطريقة 3D لتعمل نسيج قلب متكامل، وبفرجوكم إنه بنبض بالبتري ديش. وكذلك الكبد والكلى والبلادر، حتى المثانة البلادر تم زرعها لعدد من الأشخاص عندهم مشاكل بالمثانة وكانوا محتاجين هاي الأعضاء، وعملوا لهم البرينتد بلادر من خلايا جذعية وتم زراعتها بنجاح في عدد من الأشخاص في ويك فورست. كتير مشهور كمان الطب التجديدي في الكارتليج، في مشاكل الغضاريف مثل الأذن الأنف، حتى المشاكل التمزقات الغضروفية اللي بتنتج عن الرياضات والجروح اللي بتنتج عن الرياضة، بتم ترميمها وتعديلها بواسطة الطب التجديدي، حقن الخلايا الجذعية. هاي طبعا في المختبر، أما على أرض الواقع اليوم في أكثر من 60,000 شخص مسجل للمشاركة في تجارب سريرية بالخلايا الجذعية، أغلبها في كلينيكال فيز 1 أو 2. مثل ما بتعرفوا لأي علاج إنه يصير معتمد بمر بمراحل، أول إشي بيكون بري كلينيكال يعني في المختبر لسه تجري عليه أبحاث بفئران التجارب والخلايا وما إلى ذلك، وبعدين بينتقل إلى كلينيكال فيز 1 2 3 بعدين بيتم اعتماده، وهي البروسيس بتاخد 8 إلى 10 سنوات. ففي كذا علاج صاروا اوريدي بكلينيكال فيز 1 و 2، يعني في المستقبل القريب إن شاء الله ممكن إنهم يكونوا متوفرين، وهذا إشي جداً واعد طبعاً. مثل السكري، الضمور البقعي أتوقع اسمه اللي هو بالنظر، المايوكارديال انفاركشن اللي هو أمراض القلب، والباركنسونز ديزيز والسباينال كورد انجريز. وهي عدد الأشخاص اللي تشخصوا بهاي الأمراض، ملايين من الأشخاص قاعدين نحكي عنهم متشخصين بهاي الأمراض ومؤهلين إنهم يستفيدوا من هاي العلاجات في المستقبل. هلأ بدي أرجع شوي وأركز على المصادر الخلايا الجذعية، من وين نقدر نجيبها، من وين نقدر نستفيد منها. حكينا عن أول مصدر اللي هو الجنيني، وما رح نحكي عنه أكتر من هيك لأنه الخلايا الجذعية الجنينية غير متوفرة. في بعض الأبحاث بيستغلوا يا إما الأجنة المحضرة مخبريا أو الأجنة المجهضة، ولكن كتير في جدل حول أخلاقيات استخدام الأجنة في الأبحاث والخلايا الجذعية من الأجنة، فالموضوع مش عملي مش متوفر. حتى بال2009 نزلت كتير قرارات وقوانين صارمة بأخلاقيات استخدام الأجنة الخلايا الجذعية من الأجنة، وإمتى ممكن مش ممكن نستخدمها، فما رح أحكي عنها في المحاضرة اليوم. حركز أكثر على الخلايا الجذعية البالغة الموجودة فينا كلنا في مختلف الأعضاء، مثل ما حكيت بالقبل موجودة أكثر إشي في البون مارو أو اللي هو النخاع العظمي، وفي أنسجة الدهون. طبعا العمليتين بأنهم الواحد يقدر يستخلص الخلايا الجذعية من هاي المناطق، بنعتبرها بنقولها بالإنجليش invasive، يعني بتخضع لتخدير مؤلمة
فيها ريكفري تايم مش بسيطة ومكلفة طبعاً. ما حدا بيحب إنه ياخذ خزعة من النخاع العظمي لحتى يحصل على الخلايا الجذعية ويستفيد منها بشكل الطبيعي إلا المحتاج طبعاً. فهاي العمليات نعتبرها invasive. فصاروا الباحثين يبحثوا عن طرق يستخدموا أو يلاقوا خلايا جذعية من ناس بطريقة أقل، يعني ما بتتطرق لعمليات أو جراحة أو تخدير. وعشان هيك كتير في باحثين صاروا يطلعوا على الجلد أو على الأنسجة الدهنية كونها أقل ألم، يعني استخلاصها من الأنسجة الدهنية، أو الشعر واللي هو أنا اليوم حابة أحكي عنه، استخلاص الخلايا الجذعية من بصيلة الشعر من فروة الرأس عبر طبعاً باستخدام الملقط. إشي جدا غير مؤلم، يعني ماكسيمم ممكن الواحد يوصفه إنه مزعج، اقتلاع شعر من فروة الرأس من الجوانب أو من ورا بفروة الرأس. وححكي أكثر عن هاي العملية وإمكانياتها. آخر طبعا مصدر هو الخلايا المحفزة، حكينا عنها اوريدي، اللي هي بتاخدي خلايا وبنقوم بتحفيزها في المختبر. ما بفضلوها يعني ما بفضلوها الباحثين بالدرجة الأولى لأنها معقدة نوعا ما، حنحكي عنها شوي أكثر بآخر المحاضرة. بدي أحكي أكثر عن بصيلة الشعر وليش يعتبر العضو المثالي للاستخدام في الطب التجديدي. كتير في باحثين نسبيا حديث هذا المجال، وكتير في باحثين لما يحكوا عن بصيلة الشعر في الطب التجديدي بيقولوا كأنما خلقت بصيلة الشعر للاستخدام في هذا المجال في الطب التجديدي لأكثر من سبب. السبب الأول إنها مصدر متنوع بالخلايا، مع إنه يعني بصيلة الشعر تخيلوا قد حجمها صغير جدا جدا، ولكن فيها أكثر من 20 نوع خلية مختلفة، بما فيها الكيراتينوسايتس، الفيبروبلاستس، الميلانوسايتس، أنواع خلايا متعددة، خصائصها متعددة، فيها خلايا بالغة وفيها خلايا جذعية أيضا بقلب الشعر، وما زالوا بيكتشفوا أنواع مختلفة كل يوم وبنشروا عنها أبحاث وعن خصائصها. تاني سبب لأنها مصدر للخلايا القابلة لإعادة البرمجة والاستنساخ بطريقة سهلة، فيها خلايا بسهولة كبيرة مقارنة بالخلايا الأخرى بتم استخلاصها وتمديدها أو مضاعفتها في المختبر وإعادة برمجتها إلى خلايا جذعية بكميات كافية وكميات وفيرة لاستخدامها في مش بس علاج مرض واحد، عدة علاجات أو عدة أمراض. مصدر غير جراحي وغير مؤلم للخلايا الجذعية طبعا مقارنة بالنخاع العظمي أو النسيج الدهني أو غيره. ومصدر للخلايا الذاتية، وهي نقطة كتير مهمة، احنا بدنا دائما نطمح لعلاج بيطابق تماما المتبرع يطابق المريض، لانه اكبر تحدي في زراعه الاعضاء وزراعه الانسجه هو التناحر ما بين المريض والمتبرع ورفض الجسم لاي نسيج او عضو زراعي بسبب اختلاف المناعي بين المريض والمتبرع. فالخلايا الذاتية لما تكون من الإنسان حاملة خصائص الإنسان نفسها، DNA مطابق تماماً للإنسان، ما بتعرف عليها جسم كأنها جسم غريب، لا بتعرف عليها كأنها جسم ذاتي وما بيحاربها، فبصير في انسجام كامل لهذا العضو أو النسيج اللي انزرع، وبالتالي بصير في نجاح لهذه العملية. هاي البيبر الريفيو ارتكل بنصح فيها لأي حدا مهتم بهذا المجال، حطيت بس هون عنوانها: The hair follicle an underutilized source of cells and materials، يعني مصدر غير مستغل من الخلايا والمواد اللي ممكن استخدامها بالطب التجديدي الشعري. وهون حطيت صورة الشعرة وبدي أشرح شوي عنها، ما رح أدخل كتير بتفاصيل، بس هاي صورة مفصلة للأجزاء اللي في بصيلة الشعرة والخلايا اللي فيها، بس بدي ألفت نظركم هون للجزء هاد، ما بعرف إذا شايفين الكرسر هون عندي اللي هو في المربع هون على اليمين فوق، البلج ستيم سيلز. هدول الخلايا الجذعية في الشعرة وين موجودين؟ بهذا الانتفاخ اللي محدد هون باللون الأصفر على اليمين. إذا بتطلعوا هون عليه في الصورة الشعر الحقيقية هو موجود هون على الشمال، انتفاخ بسيط في الغشاء اللي بيحيط بجذر الشعرة، هو هون كل الأسرار في هذا الغشاء الشفاف المائل إلى البياض.
هذا الغشاء في كل الخلايا، وفي الخلايا الجذعية بهذا الانتفاخ الصغير اللي بتعمل على نمو الشعرة، وفيها خصائص ممكن استعمالها في الطب التجديدي. هلأ حكينا عن العلاجات في الطب التجديدي، بس حابة أحكي على العلاجات في استخدام اللي تمت بواسطة استخدام بصيلة الشعر تحديدا، وهي كذا كذا علاج، منها أمراض القلب، البهاق، النخاع الشوكي. من أشهر العلاجات اللي استخدمت فيها بصيلة الشعر هي الفينس ليج ألسرز، أو اللي هي التقرحات اللي بتنتج عن أمراض عديدة، منها مرض السكري مثلا، بتصير في تقرحات بأسفل القدم، وهي بتشكل يعني، مع إنها ممكن الواحد يفكر فيها إنها إشي ما بيعيق الحياة، ما بي يعني مش مؤذي مثل الأمراض الثانية، ولكنها يعني يصرف عليها ملايين من الدولارات لعلاجها، لأنها مزعجة بشكل أول وبتعيق استمرارية نشاطات المرضى. فاستخدموا بصيلة الشعر في علاجها لأنه فيها خلايا جذعية بتعمل على التئام الجروح بالدرجة الأولى. طبعاً هشاشة العظام من الأمراض كمان المشهورة، أندروجينيك ألوبيشا، بطبيعة الحال الصلع بصيلة الشعر هي أول وأدق إشي لعلاج الصلع والبهاق، هنحكي عنهم كمان شوي. قبل ما أفوت أحكي على النتائج اللي عملناها في البحث، حابة بس أعطي لمحة بسيطة عن الشركة اللي أنا بشتغل فيها لحتى يكون عندكم صورة أكمل وأوضح عن أبحاثنا. أنا بشتغل في شركة اسمها Acorn Biolabs، شركة ناشئة تأسست في تورونتو في كندا عام 2019، وهي الشركة اللي بتعطيه هي بتتيح الفرصة أو المجال للناس إنهم يقوموا بتخزين خلاياهم الجذعية عن طريق استخلاصها من بصيلة الشعر واستخدامها لاحقا لما يحتاجوها في الطب التجديدي. فاللي بتقدمه هي عدة لاستخلاص الشعر عن طريق اقتلاعه طبعا بالملقط بسهولة بالغة، 30 إلى 50 شعرة تقريبا من كل إنسان. وممكن في ناس طبعا بتيجي بتقول لا خدوا أكتر، بلاقوا الموضوع كتير سهل، بيقولوا خدوا أكتر عشان تستخدموها بالأبحاث، أو خدوا أكتر من 50. في ناس بتعطينا 200 شعرة بتقول خليهم عندكم للأبحاث، أو خليهم عندكم زيادة خلايا جذعية. فهذا هو الإشي اللي بتحاول تقدمه هاي الشركة، طريقة سهلة، طريقة بتتناول للجميع، مش محتاجة خزعة من النخاع أو تكلفة باهظة الثمن مثل خلايا اللي هي الأمبليكال كورد، الحبل السري للجنين، وسهلة وممكن يعملها الواحد بأي عمر. فهاي هي الفكرة تاعت الشركة وكيف بالضبط نظامها. بيقوموا التقنيين طبعا بيروحوا باخذوا الشعره من يا اما من خلف فروه الراس او من الجنب، والسبب هو انه الشعر بهذيك المناطق بيكون اقوى، بيكون بنسميه الانجن هير فوليكلز، بيكون بوحده من مراحل نمو الشعره طور الانجن اللي هو اقوى مرحله، بيكون الغشاء هذا اللي فرجيتكم اياه الابيض متكامل مش ممزق، بتكون الشعره عندها مخزون الخلايا الجذعيه كتير اكبر من الشعر اللي بيكون في مقدمه الراس واللي هو اكثر عرضه للسقوط. فاحنا لقينا انه هاي الشعر في هذيك الاماكن افضل شيء واصح شيء للتخزين. بجيبوا هاي العينات على المختبر عنا، وطبعا الشركة عنا سجلت كذا براءة اختراع بإعداد هاي تطوير عدة الكوليكشن والترانسبورت، عملوا يعني السائل اللي بيحطوا فيه العينات لحتى يعملوها، بتعرفوا كندا قارة فالمساحات فيها والمسافات بين ولاية ولاية كتير بعيدة، فلحتى يتمكنوا من انه ايصال العينات ما بين مكان والمخبر الاساسي، طوروا مادة بيحطوا فيها العينات بتغذي هاي الشعرة لحتى توصل عنا على المختبر، وسجلوا فيها براءة اختراع. العينات لما توصل عنا على المختبر منقوم بحصي أو عد الخلايا الجذعية، منتأكد إنها سليمة وإنها صحيحة وإنها كافية لتقديم أكثر من علاج، وبعدين منخزنها في liquid nitrogen اللي هو حرارته سالب 196 درجة مئوية. طبعاً بهاي الحرارة الخلية لا تنمو، تتوقف عن النمو تماماً، فخلص إذا الواحد عملها banking أو خزنها وهو عمره 20 سنة ممكن يستخدمها بعدين ك
كأنها خلية 20 سنة ما بتتغير، لأنه بتتوقف كل عمليات الأيض للخلية. وهاي طبعا التقنية اللي هي تقنية الكرايوجينكس أو التخزين بالليكويد نيتروجين، مش إشي إحنا ابتكرناه، هي موجودة من أكثر من 40 سنة مثبتة علميا، وبيخزنوا فيها البويضات ومختلف الخلايا من أكثر من 40 أو 50 عام. هلأ السؤال اللي بخطر على بال الناس وأكثر إشي بيجينا، إنه ليش هلأ أنا ليش أتكلف بدفع رسوم تخزين شهرية أو سنوية وأخزن هاي الخلايا الجذعية هلأ وأستخدمها لما أحتاجها؟ ليه ما أخذها لما أحتاجها؟ إذا بحتاج العلاج بأخذ الخلايا من شعري، وشعري موجود وممكن أستخلصه بنفس اللحظة. والجواب لهذا السؤال هو إنه إحنا اليوم مش مثل الخلايا اليوم اللي موجودة عندنا، مش مثل لما نكبر. مع العمر أول إشي بتقل مخزون الخلايا الجذعية بشكل كبير، تاني إشي الخلايا نفسها الخلايا البالغة كتير بصير في عليها تغيرات وتدهور مع العمر، وهذا إشي مثبت علميا من يعني أعوام عديدة. مثلا الخلية لما تكبر مع التقدم بالعمر بصير في اختلافات في الدي ان ايه، بتقصر أطرافه اللي هي التلوميرز، مما يؤدي إنه الخلية تتدهور كتير، بتخسر فعاليتها، بتتكون فيها، بتيجي بتكتر عليها الطفرات. أنتوا تخيلوا هاي الخلية هي نفسها الخلية اللي بدأت لما الإنسان كان جنين، وما زالت تنقسم وتنقسم وتنقسم 30 40 50 60 70 سنة. فمع هدول الانقسام اللانهائي ممكن الخلية تتراكم فيها طفرات، تتراكم فيها بروتينات متكتلة، وهاي هي أكبر سبب لأمراض الشيخوخة مثل الزهايمر والباركنسون. هي البروتينات اللي بتتكتل بالخلية وتبطل الخلية قادرة إنها تتخلص منها مثل ما كانت لما كانت صغيرة بالعمر، بتخسر حجمها، بتخسر السيتوبلازم. يعني بصير في أكثر من سبب اللي هم نسميهم the hallmarks of aging أو علامات تقدم الخلية بالعمر، أشياء معروفة ودائما بنلاحظها بتقدم الخلايا بالعمر. فللأسف لما الإنسان يحتاجها للعلاجات، واللي هو عادة الإنسان إمتى بيحتاج يأخذ العلاجات؟ لما يتقدم بالعمر أكثر من بصغره، بتكون الخلايا في أسوأ حالاتها. إذا بنطلع على صحة الخلية بتدهور مع العمر والأمراض بتزيد مع العمر. فالهدف أو الحكمة من إنه الإنسان يخزن الخلايا الجذعية هي إنه يخزنها اليوم، لأنه اليوم ما رح يرجع مرة تانية، ويستخدمها لما يحتاجها بالتقدم مع العمر. وهذا الإشي يعني كتير في أبحاث وكتير في clinical trials، تجارب سريرية ما قدرت يعني استثنوا الكبار بالعمر من العلاجات المتوفرة، لأنه ما قدروا يطبقوا هذا العلاج على خلايا غير فعالة. فالواحد يعني بفكر فيه إنه هاي العلاجات اقتربت كتير من الاعتماد ومن التطبيق في الكلينيك. ف يعني ما بده الواحد انه يكون مثلا يوصل مرحله انه العلاج متوفر وموجود ومن السهل جدا انه احنا نطبقه، بس للاسف الخلايا اللي انت قاعد توفرها ما بنقدر نعيد برمجتها، ما بنقدر نستنسخها، مش قابله نقدر نضاعفها العدد الكافي لنزرع لك نسيج. فهاي هي الفكره من تخزين الخلايا الجذعيه. هاي مثل ما حكينا إنه الأمراض بتزيد مع العمر، مثلاً هاي بس إحصائيات على الكانسر، النيورو ديجنريشن أو التنكس العصبي، أمراض المناعة وزيادتها لدى الجنسين الرجال والنساء مع العمر. هلأ لما تتخزن هاي الخلايا طبعاً بالنيجاتيف 196 منها طبعاً بناخدها للأبحاث، واللي هو التخصص اللي أنا بشتغل فيه. أسست في Acorn Biolabs مختبر لأبحاث الخلايا الجذعية اللي مستخلصة من بصيلة الشعر، وهذا اللي أنا حابة أشارككم اليوم بعض نتائجه. قمنا بزراعة الشعرة في المختبر واستخلاص عدد مختلف من الخلايا. هون عندكم على اليمين صورة البصيلة الشعرة وهي بيطلع منها الخلايا تقريباً على 14 يوم، على مدى 14 يوم، بيسموها الـ Outgrowth Technique باستخدام مواد معينة. ونقدر نلاحظ أنه بيطلع من مختلف نواحي الشعرة خلايا مختلفة عن بعض. فاشتغلنا كتير على أنه نعرف خصائص كل الخلايا هاي، شو ممكن تعمل، مين فيها جذعية ومين فيها مش جذعية. وبس عشان الوقت المحاضرة حركز على نوعين من الخلايا وأحكي لكم شوي عن التطبيقات المستخدمة من هدول.
أول نوع هو الكيراتينوسايت أو الخلايا الكيراتينية، قدرنا إنه نستخلصها من بصيلة الشعرة مثل ما بتشوفوا هون، هذا الغشاء اللي محيط بجذع الشعرة، وهدول هم الخلايا الكيراتينية. شكلهم تقريبا دائري أو كوبل ستون بنقوله، وهم الخلايا الكيراتينية بشكلوا 90% من خلايا البشرة والشعر، مثل ما الاسم طبعا بدل هم بنتجوا الكيراتين اللي هو المادة اللي بتحمي من بتعمل فيزيكال بارير، بتحمي حاجز بتكون ضد الفيروسات والأمراض والحرارة، فهي صلبة نوعا ما، هاي الخلايا هاي بتعمل حاجز صلب على الجسم، وطبعا مع العمر بتفقد فعاليتها، فبتصير التجاعيد وبتصير علامات التقدم بالعمر. هلا هون عندكم على اليمين السيتوكيراتين 14، هي الصبغة اللي بتحدد طبعا انه هاي هي بالفعل خلايا كيراتينية، وقمنا بمضاعفتها من بصيلة شعرة واحدة إلى 1.5 مليون خلية في المختبر عندنا. طبعا 1.5 مليون خلية كيراتينية هذا عدد ممتاز لتوفير علاج من الخلايا الكيراتينوسايتس. هلا شو العلاجات اللي ممكن نوفرها من هاي الخلايا؟ هاي مش خلايا جذعية، هاي خلايا بالغة كيراتينوسايتس. العلاجات اللي ممكن تتوفر عدد منها، بس أهم اثنين حابة أحكي عنهم، الفيتلايجو أو اللي هو البهاق والحروق. كتير في اوريدي صار في اجهزه وصار في علاجات معتمده على استخدام الكيراتينوسايتس من الانسان، تمديدها او مضاعفتها في المختبر ومن ثم حقنها او بيرشوها مثل سبراي، باخذوها من عينه في الجلد او في هون في هاي الدراسه في الجلد، بدراستنا احنا من الراس من الشعره بيستخلصوا الكيراتينوسايتس، بعدين يا اما بدمجوها مع جل أو بيعملوها مثل سائل أو بيحطوها بسبراي للحروق أو للبهاق الفيتلايجو، لأنها مصاحبة كمان لخلايا تانية اللي هي الميلانين ميلانوسايتس اللي تحتوي على التصبغات، تصبغ الميلانين للجلد، فبتستعيد وظيفتها الحيوية وبتنتج الميلانين في هاي البقع وبتعالج البقع. هاي الدراسة بالضبط بعد 36 أسبوع من معالجة هاي المنطقة بالخلايا الكيراتينوسايتس المستخلصة من شعر بصيلة الشعر شعر الرأس. وهون البيرن تريتمنت الحروق مجال جدا واسع عندنا، حتى في تورونتو في كذا مختبر بيشتغلوا عليه، خصوصا الحروق اللي من الدرجة الثانية والثالثة مثل ما شايفين هون في الصورة، حروق كبيرة، زراعات الجلد بتعمل مشاكل، بتعمل أعراض، ما بتندمج مع الجلد بنفس الطريقة، ما بيكون في flexibility أو مرونة بتحريك الأطراف أو الأعضاء لما يكون في حرق وصار تمت عليه الزراعة، فهذا بوفر حل لهاي المشكلة اللي هي الكيراتينوسايتس، باخدوها من يا إما جلد ما تعرض للحروق أو من شعر الرأس، وبنموا هاي الكيراتينوسايتس وبرشوها أو بيستخدموها بجل على المنطقة وبتعيد بتعمل يعني هي مشهورة بالwound healing أو التئام الجروح، فبتساعد على التئام الجروح ونتائج مبهرة الصراحة. الكيراتينوسايتس كمان كونها مش خلايا جذعية بس هي خلايا فعاليتها كتير كبيرة بإعادة البرمجة، الدراسات عادة تستخدم خلايا مختلفة لإعادة برمجتها إلى خلايا جذعية، بس وجدوا مؤخرا إنه الكيراتينوسايتس أو الخلايا الكيراتينية عندها قابلية كتير كبيرة إنها ينعاد برمجتها وبسهولة كبيرة ترجع خلايا جذعية نقدر نخصصها. وإحنا في إيكورين بايو لابس قدرنا ناخذ من شعرة واحدة ناخذ الكيراتينوسايتس نعيد برمجتها لخلايا جذعية ونخصص هاي الخلايا الجذعية لخلايا بنكرياس وقادرة على إنتاج الأنسولين وتصير نسيج، وهلا احنا في طور البحث بنحاول قاعدين نزرعها في حيوانات اللي هي الفئران المخبريه او فئران التجارب لنشوف مدى فعاليتها في اورجانيزم كامل. طبعا الشيء اللي بدي احكي هون عنه هو انه الخلايا، مع انه هذا المجال تاع الخلايا المحفزه مجال واعد ومجال يعني ممتاز، بما انه بعطينا يعني تخيلوا اليوم صار بامكاننا انه ناخذ شعره من الانسان او خليه جلد نعمل منها اي عضو او اي خليه لاي عضو وتكون مطابقه تماما لجيناتنا، ولكن المشكله فيه انه لسه في قدامه طريق طويل لحتى يعتمد ولحتى نتاكد تماما من
كونه انه امن، يكون امن ويكون ما بيؤدي الى اعراض جانبيه كبيره، لانه الخلايا لما تتحفز ويعيدوا برمجتها وتصير خلايا جذعيه ممكن يصير في فقدان سيطره على مضاعفاتها، يعني انه قابليتها انها تتضاعف وتنقسم في الجسم، فممكن تؤدي الى اورام، ممكن تكتسب بعض الطفرات في الوقت اللي بتقضيه في المختبر وفي التعديل الجيني. فهذا الشيء كله بصعب أو بيعمل عقبات في هذا المجال، مقارنة طبعا بالمجال السابق اللي حكيت عنه. في هذا المجال مثلا اللي هو بسموه primary cells، يعني انتو بتاخدوا خلايا من الإنسان بتعدلوها، ما بتعدلوها جينيا ولا وراثيا ولا أي شيء، بس من كبرها، مكبر أعدادها بالمختبر ومنعيد حقنها. سهل جدا وسهل إنه يعتمد ويكون آمن، بعكس مجال تحفيز الخلايا الجذعية وإعادة برمجتها لسه مجال معقد شوي. هلا النوع الخلايا الثالث اللي بدي احكي عنه او الثاني غير المحفز، الميزنكايمال ستيم سيلز، وهي خلايا جذعيه بالدرجه الاولى مستخلصه من الشعره. هلا بيجي اذا بتشوفوا هون بتطلع من البلج اللي فرجيتكم اياه، الانتفاخ اللي في جانب الشعره، او من فوق من اعلى الغشاء اللي حوالين الجذر الشعري بيكون، وبيجي شكلها مطول اكثر، بنسميها الميزنكايمال ستيم سيلز، وهي خلايا جذعيه بتنمو بسرعه كبيره بالمختبر من الشعره. وهاي الخلايا قادر انها تتخصص، يعني اذا بتتذكروا هذا الفيجر اللي فيه الستيجز او المراحل، هي بتكون قبل الاخيره قادره تتخصص لسه لاكثر من نوع خليه، قادره تتخصص لخلايا دهنيه، عظميه، غضروفيه، عصبيه، خلايا قلب، كذا نوع، مش كل الانواع بس في اكثر من مسار لسه ممكن انها تتخصص له. فهاي الخلايا الميزنكايمال او الميزنكيميه ممكن انه ناخذها من الشعره نعملها اكسبانشن لملايين وملايين، لانها هي بتنمو بسرعه كثير كبيره. وصلنا تقريبا 8 مليون خليه من الشعره، وبنقدر انه نخصصها، قدرنا نخصصها او نعملها ديفرنشيشن لخلايا دهنيه، خلايا عظميه، خلايا غضروفيه من نفس الشعره من نفس الشخص. وقدرنا انه ايضا نعمل منها خلايا عصبيه منتجه للدوبامين. هنا هاي الستينينج ببين انها هاي الخلايا بالفعل خلايا عصبيه عندها التايروزين هيدروكسيليز، او اللي هو البريكرز لانتاج الدوبامين من الخلايا الجذعيه. يعني بهاي التجربه بس لحتى الخصها، شعره بصيله شعر من انسان واحد اخذنا منها خلايا جذعيه، هاي الخلايا الجذعيه ضاعفنا عددها واعطيناها، حطيناها في بيئه كانها قاعده في الدماغ، حطينا لها مغذيات كأنها في الدماغ قاعدة في المختبر، فتخصصت إلى خلايا عصبية منتجة للدوبامين. بإمكاننا نستخدمها كعلاج لمرض مثلاً باركنسونز لإنسان عنده تلف بالخلايا العصبية المنتجة للدوبامين. منعالج نفس الإنسان بخلايا عندها الـ DNA المطابق لنفس هذا الإنسان، فما رايح يحاربها، ومستخلصة من فروة الرأس من الشعر. هون حطيت أبحاث على استخدامات خلايا بصيلة الشعر في علاج الأمراض المختلفة، منها طبعاً استخدموها، وإذا بتلاحظوا أغلبها في سنة 2022 آخر 4 أبحاث، دليل على أنه أدل المجال هذا قاعد ياخذ اهتمام أكبر مع الوقت. في تم علاج العضلات، الأوعية الدموية، الكبد. هاي هذا البحث from here to liver، عملوا كبد، نسيج كبدي كامل من الخلايا الجذعية اللي فرجتكم اياها من البصيلة الشعر. حتى في الاوستيوبروسيس في فئران تجارب عملوها معاهم هشاشة عظام وعالجوهم بواسطة الخلايا الجذعية المستخلصة من فروة من بصيلة الشعر، فروة الرأس. آخر إشي حابة بس أتطرق لموضوع تاني بسيط جدا، هو مختلف شوي عن الخلايا الجذعية. بسبب التعقيدات أو العقبات اللي بتصاحب إنه يتم حقن أو زراعة خلايا حية في الإنسان، قبل ما إنه يعني لازم يتأكدوا إنها آمنة وسليمة وما بتؤدي إلى أي أورام أو سرطانات، فاتجهوا بعض الباحثين إنهم يلاقوا طرق بحث مختلفة ممكن تكون أقل فعالية ولكنها أكثر أمن على المريض. فشو اللي صاروا يشوفوا ويقولوا إنه بدل ما إحنا نحط نزرع خلايا أو أنسجة في المريض، ليش ما نشوف هاي الخلايا الجذعية شو بتنتج، شو بتفرز، وناخد هاي الأشياء اللي بتفرزها
ربما إنها تكون مفيدة وفعالة بنفس الدرجة أو بدرجة مقاربة. هلأ طبياً أو بيولوجياً زي ما بنعرف الخلايا ما بتعيش بانعزال، لما يكون في عندنا خلايا سواء في جسم الإنسان أو في الباتري دش في اللاب، الخلايا ما بتعيش منعزلة عن بعضها البعض، لا بالعكس بتعيش باتصال دائم، بتفرز سايتوكاينز وكيموكاينز وبروتينز وإشارات لبعضها البعض وبتستقبلها بالتالي وبتشتغل بهذه الطريقة لتفرز بروتين معين أو لتتضاعف وتنقسم أو لتلئم جرح معين أو يعني وما إلى ذلك طبعاً. فبتتواصل طول الوقت مع بعضها البعض عن طريق مؤشرات عوامل نمو growth factors. فهاي الأشياء كلها اللي بتفرزها الخلايا اللي منها طبعاً خلايا الشعرية اللي احنا عملنا قمنا بجمعها كلها وحللناها لنشوف إذا فيها أشياء مفيدة أو ممكن استخدامها في علاجات. وجدنا أنه بالفعل فيها عوامل نمو فعالة كتير في wound healing أو التئام الجروح، في توقع هون عندي الليست، في نمو الشعر طبعاً مثل ما بتتوقعوا خلايا شعر بتعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، الكيراتين، الهايلورونيك أسيد، هاي المواد اللي بتساعد على إنه تخلي البشرة دائماً صحية والشعر دائماً صحي، بس كمان لأنه فيها خلايا جذعية ففي عوامل تانية بتنتجها مفيدة لأنسجة وأعضاء تانية غير بس الشعر والبشرة. ولقينا إنه في كتير دراسات بيستخدموا هاي الخلايا من الهير فولكل من الشعرة ليعالجوا أشياء مختلفة، بعض منها تجميلي أو بالشكل الأول يعني علاج للتجاعيد أو الشعر أو البشرة، ولكن البعض الآخر لقيوا إنه في تحسن كتير كبير مثلاً في الأرثرايتس أو الروماتويد أو السبورتس إنجريز لما يحقنوها في المفاصل إنها بتساعد على التئام الجروح هناك أو تحسين طبعاً الأعراض في هاي المناطق. فكتير في توجه بهذا المجال اللي هو استغلال السيكروتوم بيسموه، مجموعة كل الأشياء اللي سيكريتد بتكون أو مفرزة من هاي الخلايا ليحسنوا من النسيج أو وظائفه الحيوية. رح أوقف هون لأتيح المجال للأسئلة، بس شكراً لاستماعكم، شكراً للحضور، وأنا حطيت هون إيميلي كمان إذا ما كفى الوقت للأسئلة والنقاشات، بكون سعيدة جداً أني أستقبل أي سؤال أو أي نحدد أي لقاء تاني لإجابة أسئلتكم. يعطيك العافية دكتورة، محاضرة جميلة جدا يعني وأنا استمتعت فيها صراحة، وأكيد الحضور برضو استمتع فيها. طيب في عنا رنيم بدها تسأل سؤال، خلينا بس نفتح المايك. تفضل يا رنيم. السلام عليكم. أنا الطالبة رنيم خليل محمد حروب من مدرسة بنات بيسان الأساسية من الصف التاسع. سؤالي عندي سؤالين. أول سؤال، في أي سن ينصح بإجراء عملية زراعة الشعر؟ السؤال الثاني، ما الأسباب التي تزيد من نسبة القشرة في جلدة الرأس، وهل ترتبط مشكلة قشرة الشعر بسن معينة بسن معين؟ السؤال الأول بصراحة بزراعة الشعر ما عندي فكرة، بس لو كان قصدك بأي عمر ينصح باستخلاص الخلايا الجذعية من بصيلة الشعر فهذا سؤال ممتاز. هو إحنا عادة منقول بأي يعني إحنا بالشركة عنا منقوم باستخلاصها من جميع الأعمار، ولكن بالأبحاث اللي عملناها وجدنا إنه بعمر 20 إلى 45 أو 50 هي مثل ما تقولي الأفضل فئة للمخزون الخلايا الجذعية في فروة في بصيلة الشعر في فروة الرأس. لقينا إنه بعد 45 بصير في بقل مخزون الخلايا الجذعية، دائما بنلاقي الخلايا أقل من غيرها، وكمان أقل من 20 سنة بنلاقي إنه بالأطفال ما بتكون نموهم بالغ الدرجة يعني اللي مستحبة لاستخلاص خلايا الجذعية. بس زراعة الشعر كزراعة ما عندي فكرة بصراحة، وللأسف القشرة أبدا ما عندي فكرة لجواب سؤالك، بس أعتقد إنها هي عبارة عن خلايا ميتة بس ما عندي فكرة بصراحة.
تمام، هلأ رح نستقبل من الطالبة أنعام السؤال، تفضلي. السلام عليكم. أنا مش طالبة، أنا مديرة مدرسة. كيف حالكم؟ وشكرا لك دكتورة على المحاضرة، جدا رائعة. أنا يمكن ما بديت أحضر من الأول، لكن الموضوع صراحة شدني. السؤال اللي عندي إنه يعني اللي فهمته أنا إنه صارت تستخدم الخلايا الجذعية في علاجات معينة حاليا، هل تستعمل في علاجات على المستوى الشعبي للعامي يعني، ولا بس يعني ممكن تكون باهظة الثمن مثلا، ممكن أي حد إنه يستخدمها؟ وممكن يعني بدوا يستخدموها ولا لسه هي في طور البحث؟ وإذا بدوا للجميع متاحة ولا بس لناس معينين حسب القدرات المادية؟ كمان سؤال إنه لما بيستخدموا الخلايا الجذعية في العلاجات لازم تكون أخذت من نفس الشخص اللي بدهم يعالجوه فيه، لأنه أنا اللي فهمته إنه ممكن أي شخص يعمل يأخذ يعني يخزن منه خلايا جذعية لسنوات وبعدين يستخدمها، ولا ممكن مثلا يستخدموا خلايا جذعية من إنسان لعلاج إنسان ثاني؟ والسؤال الثالث إنه يعني ممكن الإنسان يأخذ خلايا جذعية في عمر العشرينات مثلا وبعدين لما يكبر يستخدم هاي الخلايا مثلا لإزالة التجاعيد، لأنه يرجع مثلا شعره أسود، لا هيك إشي؟ وشكرا. شكرا كثير، أسئلتك بصراحة ممتازة. السؤال حبدا من الأخير للأول إذا حتذكرهم. السؤال الأخير اللي هو ممكن الإنسان طبعا هو عمره 20 سنة يستخدمها، هاي بالضبط فكرة تخزين الخلايا الجذعية. هلأ في الغرب، ما بعرف إذا فلسطين موجودة، بالغرب كتير موجودة عندهم فكرة تخزين الحبل السري للجنين أول يعني للمولود أول ما ينولد، لحتى هو يستخدمها بأمراض إذا لا سمح الله صار واحتاج. وصار في مكلف تخزينها دكتورة؟ عفوا، مكلف تخزينها؟ الحبل السري مكلف جدا، تقريبا ما بعرف يعني بتختلف حسب الشركة، بس اللي بعرفها مثلا $20,000 أول دفعة وبعدين سنويا ما بعرف كم بتكون. ولكن عنا إحنا في شركتنا لأنها عبارة يعني مش مكلفة بالاستخلاص، هي عبارة عن اقتلاع شعر فما بتكلفنا كتير، والعدد طبعا حجم العينة الشعرة مقارنة بالحبل السري كتير أصغر، فما بتاخد حيز كبير من التانك تاع الليكويد نيتروجين. فمقارنة بالشركات الباقية هذا الإشي اللي بتحاول توفره. أعتقد في شركة إيكورن تخزين الخلايا الجذعية من الشعرة $500 اللي هي التخزين، وبعدين $15 بالشهر هاي هي تكلفتها التخزين. سؤالك اللي قبل كان هل ممكن إنه الواحد يتعالج بخلايا جذعية من غيره؟ طبعا هي ممكن، بسموها الألوجينيك ثيرابي، واللي من نفسه بسموها الأوتولوجس ثيرابي. طبعا التنتين موجودين، والتنتين في منهم علاجات طور البحث يعني والتطوير. دائما يعني الهدف انهم الناس يحاولوا انهم ياخذوا الاوتولوجس لانه بيكون مطابق تماما لجيناتهم فما بيحاربوا الجسم. ولكن في كتير ابحاث على الالوجينيك، خصوصا على الامراض اللي يعني الانسان خلص صارت معه ما عنده خلايا جذعيه، او هاي الخلايا الجذعيه تدمرت او صار فيها طفرات، مثلا الامراض الجينيه الوراثيه. هاي الامراض اللي في الجينات بتكون بكل الجينات بكل الخلايا، فحتى الخلايا الجذعية بتكون عندها هاي الطفرات موجودة فلا يمكن استخدامها. فبهاي الحالات بصير استخدام طبعا الخلايا الجذعية من متبرع، ويعني بتنجح إلى حد كبير بس هي مش الأمثل خلينا نقول. وسؤالك الأول أعتقد كان بخصوص توفرها أو وجودها هلأ وتكلفتها وتوفرها. حاليا على حد علمي العلاج الوحيد اللي هو FDA approved، معتمد من FDA باستخدام الخلايا الجذعية، هو لعلاج عدد من السرطانات والأورام مثل اللوكيميا مثلا. هذا معتمد وموجود ومتوفر، ما عندي فكرة بصراحة على تكلفته، بس موجود في كافة أنحاء العالم أعتقد يعني.
العلاجات الثانية متوفرة بس أقل، وعادة يعني بيقولوا متوفرة for compassionate uses، يعني بس الحالات المستعصية جدا واللي ما قدروا يعالجوها بأي طريقة تانية باخدولها مثل استثناء وبيعالجوها بالخلايا الجذعية، بس مش متوفرة يعني بكثرة للعامة. مثل مثلا بعرف في حالة الحروق درجة ثالثة لكامل الجسم عالجوها من فترة بالخلايا الجذعية، أخذت يعني استثناء لتتعالج بس مش لكل الأمراض في كل نواحي العالم. شكرا دكتور. من بعد أنك بس ممكن توقف الشير عشان الحضور يشوف. في عندنا كمان ريتاج، تفضل يا ريتاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مستنى من مدرسة الحاج نبيها المصري الصف السابع. سؤالي هو هل الخلايا الجذعية هي البلازما؟ الخلايا الجذعية هي مش البلازما، بس البلازما هي فرع من أفرع الطب التجديدي. البلازما هي تعريف، هي الجزء السائل من الدم، فأتوقع اللي أنت بتحكي عنه هو علاج تابع للطب التجديدي اللي بيعملوه هم بياخدوا عينة من الدم بيعملوا لها سبينينج بتخلصوا من كل الخلايا فيها بيخلوا البلازما اللي هي الجزء سائل مليان مواد مغذية في الدم، بروتينات وأشياء مفيدة، كولاجين وكيراتين وأشياء هيك، وبيقوموا باستخدامها بيحقنوها في يا إما في الوجه لعلاج لنضارة الوجه أو علاج التجاعيد، أو بيستخدموها في الشعر لنمو الشعر وعلاج الصلع، أو حتى في المفاصل. كتير إلها علاجات، هي لسه مش حتى approved معتمدة 100%، بس بيمارسوها بكثرة لأنها ما بتعتمد على حقن أو زراعة خلايا، بتعتمد بس على حقن جزء سائل من الدم، فبيعتبروها غير خاضعة للأبروفلز وآمنة بشكل كتير كبير، وبيمارسوها في جميع أنحاء العالم. تمام. هلأ السؤال رح يكون من طالبة عايدة، اسمع منها. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ نساك جميعا، مساء الخير أستاذ نرعي، مساء الخير أستاذ سالم، دكتور أيمن، مساء الخير للجميع. فعلا المحاضرة كثير يعني رائعة وشيقة. في عندي سؤالين دكتورة. السؤال الأول، هل لون الشعر يؤثر في نسبة الخلايا الجذعية الموجودة في بصيلة الشعر؟ يعني مثلا هل نسبة للخلايا الجذعية في الشعر الأبيض مثل الأسود؟ أيضا هل هناك دراسات لاستخدام الخلايا العصبية الناتجة من الخلايا الجذعية المستخلصة من بصيلات الشعر لعلاج فقدان البصر أو السمع الناتج عن خلل في الخلايا العصبية لدى الإنسان؟ المسؤول المسؤول عن النظر أو عن السمع يعني. تمام. سؤالك الأول بالنسبة للون الشعر، هلأ مثلاً لما نحكي عن لون الشعر في شغلتين. أول إشي الشعر المصبوغ، بيجينا كتير هذا السؤال كمان، بيقولوا أنا شعري مصبوغ هل ممكن أن أؤثر على مخزون الخلايا الجذعية؟ والجواب إنه لا، ما لقينا في أي تأثير للصبغة كصبغة. الأثر الوحيد للصبغ هو إنه بتصعب اقتلاع الشعرة بسبب إنها بتكون أي بس أو أكثر نشفان من الشعر الغير مصبوغ، فممكن يكون في ممكن يصير في تمزق بالغشاء هذا اللي حوالين الجذر، بس مش بالضرورة تأثير على مخزون الخلايا الجذعية. أما بالنسبة للشعر الأبيض فهو فقدان الميلانوسايت أو صبغة الشعر، فمش المفروض يأثر على مخزون الخلايا الجذعية، ولكن كونه الشعر الأبيض بيطلع مع التقدم بالعمر دائماً منلاقي إنه العينات اللي بتجينا من ناس أكبر عمراً منلاقي فيها مخزون أقل بالخلايا الجذعية لأنهم أكبر عمراً، مش لأنه الشعر أبيض بالضرورة. بالنسبة لسؤالك الثاني، نعم تم في مش مرة تانية مش علاجات متوفرة أو معتمدة، بس في علاجات طور البحث وفي تجارب سريرية. أعتقد في المرحلة الأولى من الكلينيكال ترايل فيز 1 أو 2 على علاج اللي هي الضمور
اسمه الماكيولر ديجنريشن أو ضمور البقعي للماكيولا في العين وفقدان النظر. وفي كذا جروب بيشتغلوا على كمان علاج فقدان السمع، وحتى بيشتغلوا على الـ 3D printing ear اللي هي بيعملوا غشاء للأذن من الخلايا الجذعية المستخلصة من الجلد أو من الشعر. ماشي، شكرا، يعطيك العافية. لأنه يعني فقدان السمع والبصر يعني في نسبة كبيرة، يعني حسب ما بنشوفها بتكون، يعني إحنا بنعرف عن الخلايا الجذعية إلها آفاق، بس لما تكون بطريقة بسيطة من بصيلات الشعر ف يعني كثير إشي مريح رح يكون. صحيح، هي هاي المختلف فيها، واللي أنا حتى أنا وجدته جدا شيق إنه سهلة في متناول الجميع. وبعدين إحنا يعني الإنسان بيفقد بمعدل 200 شعرة في اليوم من فروة الرأس، فإنه يأخذ 50 أو 100 ويخزنهم أبدا مش إشي صعب ولا إشي مؤلم أو محتاج لجراحة. نعم. طب مثلا إذا حدا بده يعمل حاله كحال الدراسي، يعني هل في مثلا مجال إنه يكون شخص مثلا يكون عين الدراسي؟ أعتقد إنه ممكن تدخلي على موقع الكلينيكال ترايلز، هي عادة بتكون بموقع حكومي في الكلينيكال ترايلز أو التجارب السريرية المسجلة، وبيكون في شروط معينة شو الإنسان بيكون معه، تشخيص شو عمره وعمر معين، وممكن يخضع لعلاج، حتى بيكون علاج على الأغلب مجاني كجزء من هاي التجربة السريرية لدواء معين أو علاج معين باستخدام خلايا أو ما إلى ذلك. ماشي، شكرا، يعطيك العافية دكتورة. يعطيك، شكرا لك. طيب دكتورة، أنا عندي سؤال بسيط. هل الطب التجديد بيعتمد أو مش بيعتمد، بيخصص على الجراحة الباطنية، أو مثلاً في بالباطن خلايا لازمها تجديد، هل الطب التجديدي بيختص هاي الأشياء ولا بس على طبقة الجلد؟ لا طبعاً الطب التجديدي أوسع بكتير من هيك. يعني أنا محاضرتي ركزت على الشعر كمثل ما تقول مصدر لهاي الخلايا إنها تصلح، كمصدر سهل التناول، يعني سهل إنه نحصل عليه على الخلايا الجذعية. بس الخلايا الجذعية أغلبية الأبحاث عنها بتلاقيها من النخاع العظمي اللي هي وين أغلب الخلايا الجذعية بتكون موجودة، باخدوها من هناك بيستخلصوها، بيستخدموها لعلاج كافة الأمراض وزراعة كتير أعضاء باطنية أو غيرها، يعني فمش شرط إنها تكون بالطبقة الخارجية من الجسم. طب كم تأخذ وقت العلاج ولا حسب؟ يعني هي هلأ حاليا ما تطبقت، فصعب أجاوب سؤالك لأنها قيد البحث والتطوير والتجارب. ولكن إنه مثلا خليني أقولك إنه تأخذ أنت خلية اللي بعرف، وتأخذ خلية من الشعر، من بصيلة الشعر، وتنميها وتضاعفها لعدد كافي إنه تقدر أنت تحاول تعمل منه نسيج، هذا حياخد أشهر، وإنتاج نسيج أو إنتاج عضو كامل هذا كمان حياخد أشهر. فأنت بتطلع على 6 أشهر لسنة من وقت ما أنت تحصل على الخلايا الجذعية لأنك تحصل على نسيج قابل للزراعة. خلينا نقول تمام. شكرا. يعني الأستاذ أنعام كم مرة بدها تسأل سؤال. السلام عليكم. أنا بدي أسأل إذا في الدول العربية يعني تخزين، أظن إنه لا يعني، بس بعرفش إذا في، يعني وين الدول اللي ممكن يكون فيها تخزين للخلايا زي هيك، يعني إذا حدا بده يخزن، وإيش الإجراءات، يعني لو حدا مثلا عندنا في مناطقنا قرر إنه يخزن الخلايا الجذعية، إيش الإجراءات ممكن يعملها؟ الخلايا اعتقد بصراحه ما بحثت على فلسطين او الضفه بالتحديد، بس ما اعتقد انه في شريك، يعني اذا بتسالي على تخزين بصيلات الشعر ف في شركتين بس في العالم، اللي هم احنا واحده في تورونتو والثانيه في لندن اسمها سيلكلون. احنا هلا مثلا فتحنا فرع ثاني في امريكا، و من أهداف الشركة تاعتنا إنهم كمان يفتحوا في الميدل إيست، العالم العربي يوما ما. بس شركة خاصة؟ شركة خاصة، ما أعتقد في شركة تخزين بصيلات شعر في العالم العربي أو في أوروبا. لندن إيش اسمها الشركة؟ سيلكلون أو إشي مثل هيك، ممكن أبحث لك عنها، وإذا بتبعتي لي إيميل ممكن أعطيكي
أبعث لك معلومات أكثر، حكتب إيميلي في في الشات. شكرا شكرا. تمام دكتورة، أنا عندي سؤال، هل هناك خطر في إصابة أي نوع من أنواع السرطانات بعد زراعة الخلايا؟ طبعا هذا الريسك دائما موجود، لأنه ممكن هاي الخلايا الجذعية يعني تنمو بشكل كتير كبير وبتضعف بشكل كتير كبير، فهذا من أكبر التحديات ل يعني لاعتمادها، هو أنه يتأكدوا أنها ما بتأدي إلى سرطانات أو ما بنفقد السيطرة على سرعة نموها. فمن من ضمن التجارب اللي بتخضع لها بعد ما نتأكد أنها مثلاً أعادت برمجتها صارت خلايا جذعية، نحقنها لفئران تجارب ومنستنى نشوف إذا بصير معهم أورام عدد من الأشهر، وبس لما نتأكد أنه ما صار معهم أورام بيتم أنه منكمل على المرحلة اللي بعدها من الأبحاث، بسموها التيراتوما تيستينج. فهي فعلا من اهم التحديات اللي بتصير، انه ممكن تسبب اورام او سرطانات. تمام. طيب هل ممكن بيوم من الايام انها تتطور وتصير هي نفسها علاج للسرطانات الخلايا الجذعيه؟ صحيح، هلا هي بالضبط مثل هيك، يعني هي السبب والدواء، كمان الداء والدواء، هي مع انها ممكن تسبب السرطانات ولكن بيستخدموها في علاج بعض السرطانات. فلسه هذا الإشي قيد البحث طبعاً والتطوير، لأنه تحدي كتير كبير أنك تعالجي السرطان بخلايا جذعية وتتأكدي، بس اللوكيميا من أشهر أنواع السرطانات اللي تعالجت بنجاح كتير كبير بالخلايا الجذعية، من نوعين، من نفس يعني الأوتولوجس، من نفس ذاتية وغير ذاتية، من متبرعين بأخذوها من دم المتبرع بيحقنوها لدم المريض وبيشوفوا نجاح مذهل بتحسن حالات اللوكيميا وبعض أنواع السرطانات الأخرى. بتجدد جميع خلايا الدم وبتصير تنقسم لهاي الخلايا، تتخصص لجميع أنواع خلايا الدم بعد ما طبعا يقضوا على الخلايا الثالثة أو السرطانية باستخدام الكيموثيرابي. شكرا لك. وكمان في كذا نوع من السرطانات، البروستيت والثدي أعتقد كمان تعالجت بالخلايا الجذعية. طب أسأل أنا يا أسامة. تمام دكتورة، مظبوط. هنا سؤالين، السؤال الأول مرتبط بموضوع المحاضرة الرائعة جدا، والسؤال الثاني متعلق فيك أنت ومسيرة حياتك التعليمية. خلينا نأخذ السؤال الأول. أنا يعني أذكر لما كنت أدرس الطلاب مادة الأحياء كان موضوع الخلايا الجذعية في بداياته، أنا بحكي في فترة بدايات 2000 2002 شيء زي هيك. هلا انت حكيتي عن انجاز كان في 2012. سؤال، الشركات الابحاث اللي بتشتغل على موضوع الخلايا الجذعيه هل يوجد عندها تايم تيبل للقضايا المرتبطه بالعلاج بالخلايا الجذعيه؟ يعني اعطيك مثال، في 2005 2006 كان في مقال مرتبط في وادي السيليكون، أيامها ما كان الموبايل السمارت اللي بين إيدينا موجود، كان في ضمن المقال إنه في 2015 بحد أعلى راح يكون في ديجيتال موبايل سمارت إلى آخره، وفعلا لما جينا على 2015 كان موجود. تمام، فكان في زي تايم تيبل في وادي السيليكون، شو التطورات اللي بدها تصير في التكنولوجيا وفي عالم الإنترنت؟ هل هناك تايم تيبل مشابه في هذا المجال، في مجال الخلايا الجذعية واستخداماتها؟ يعني بمعنى كل مرضى السكري إنه إحنا توقعنا في العام 2027 مثلاً بده يكون في علاج لمرض السكري من خلال الجذعية، بده يكون في العام 2030 علاج لمرض سرطان الكولون مثلاً إلى آخره. هذا الجزء الأول. القضية الثانية مرتبطة بحياتك، يعني أنت ما شاء الله عليك لسه، إذا جينا قارناك مع العلماء الآخرين اللي استضفناهم فأنت قد تكون أصغرهم سناً. الآن هون بدي أعطي نموذج لطلابنا، إنه دكتورة منيرة دكتورة فلسطينية
بدأت حياتها التعليمية من إلى الصعوبات اللي واجهتها أو إذا كان في صعوبات؟ يعني مسيرتك هيك اللي نعطي إضاءة نشجع طلابنا ونقولهم إنه هاي في عنا نموذج فلسطيني ناجح وصل إلى مكانة مرموقة في العالم في تخصص. تفضلي. شكرا كثير أستاذ مروي. جواب سؤالك الأول، عادة هلأ بما أنه أغلب التجارب السريرية هي في الكلينيكال فيز 1 أو 2، فاللي بيحكوه الشركات أو الباحثين في مختبراتهم أنه hopefully بال2030 حيكون في علاجات ممكن تقديمها باستخدام الخلايا الجذعية لكافة الأمراض مثل يعني المزمنة مثل السكري الباركنسونز وغيرها، ولكن هي مشكلتها الأكبر هي اعتماد إنها تكون آمنة من FDA. هذا الإشي بيطول، باخد على الأقل إذا بتطلع على الأفريج لكل ثيرابي يعني انعملت بهاي الطريقة أخذ 7 إلى 8 سنين اعتماده، بس من جديد صار في اعتماد اللي هي الكارتي ثيرابي وهي لعلاج السرطان باستخدام خلايا، فهذا كان إشي كتير يعني مشجع للناس في هذا المجال وحسوا إنه بدأت يعني ياخذوا اعتماد على هاي العلاجات اللي باستخدام خلايا حية وحقنها بالمرضى. فإن شاء الله بنقول إنه خلال 5 إلى 10 سنين الجاي إنه يكون في علاجات متوفرة أكثر. أما بالنسبة لسؤالك الثاني عن مسيرتي المهنية والعلمية، يعني أنا بصراحة دائماً بحكي للطلاب بشكل عام، وكمان السنة الماضية لما أجيت على جامعة النجاح حكيت نفس الكلام للطلاب هناك، إنه أكثر إشي بحب أحكي إنه أنا ما يعني أنا ما كان في بمقدرتي إني أدرس في جامعات هارفارد أو أوكسفورد أو أطلع أدرس برا. عادة أغلب طلابنا بتلاقيهم بيحكوا لك طب أنا بدي أعمل ماجستير بدي أعمل دكتوراه برا وأنا مش قادر أطلع أو مش بإمكانياتي أو ما بقدر أسافر. وأنا وجدت نفسي إنه أنا عملت البكالوريوس في الأمريكية في الشارقة، عملت الماجستير والدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة في قطر. طبعا كنت أنا أول دفعة في جامعة حمد بن خليفة في قطر، كانت افتتحوا البرنامج وأنا كنت من أوائل الدفعة، ما كانت ماخذة اعتراف، ولكن اشتغلت في مختبر مع دكتور عمر الأكنف، يعني دكتور رائع وكبير جدا في مجاله، فتدربت بشكل كتير ممتاز على التقنيات اللي لازم استخدمها وهذا الاشي اللي ساعدني. لما طلعت اشتغلت في كندا ما حدا سألني انت وين درستي او فرجينا الشهادة، شافوا ابحاثي اللي انتشرت في المجلات العالمية، شافوا شو بعرف شو تعلمت تكنيكس في اللاب، فما همهم وقتها انه انا من اي جامعة درست او شو اسم الجامعة، حتى ما طلبوا مني الشهادات للأمانة لهلأ. يعني أنا اشتغلت على حكوا مع الدكاترة اللي تعاملت معهم، عملوا معهم اجتماعات فيديو كولز، سألوا عني وسألوا إيش بعرف وشافوا مقالاتي اللي نشرتها، وهي كانت كافية أني أنا أتوظف بكندا كباحث ما بعد الدكتوراه، ومنها كملت كمان وتوظفت في شركة في كندا. فدائما أنه نصيحتي للطلاب يعني حاولوا تتخطوا هاي العقبات، ما بهم وين تدرسوا، المهم إنه أنتوا تحطوا كم قديش المجهود اللي بتحطوه لتتعلموا لتثبتوا حالكم لتاخذوا أكثر ما بتقدروا، حواليكم ناس كفاءات ما شاء الله ممتازة، فخذوا قد ما بتقدروا منهم وتعلموا قد ما بتقدروا، بالآخر ما بهم اسم الجامعة أو وين طلعتوا وين درستوا. شكرا دكتورة. بنحب نشكر الدكتورة منيرة على هذا الإلقاء الرائع والشرح المميز، ونشكر السادة الحضور على حسن استماعهم، يعطيكم ألف عافية جميعا. أنا في دكتور سالم. نعم شكرا يا أستاذ مرعي. دكتورتنا الفاضلة شكرا جزيلا على هالمحاضرة القيمة للغاية، وهناك بعد أريد أن أنوه له حقيقة أنه طلبتنا لازم يتعلموا أنه كيف البحث العلمي يؤثر على أي مجتمع فيدعم الاقتصاد الوطني يعني أو اقتصاد البلد. هذا مهم إنه الإنفاق في البحث العلمي قد يمنحنا علاجات لأمراض مستعصية أو أمراض يعني مكلفة لو إحنا بدنا نعمل أو نحولها إلى الخارج. السؤال الثاني للدكتورة، طبعا هل من خلال الخلايا الجذعية نستطيع معرفة مقدار الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها الإنسان أم لا؟
وشكرا جزيلا على المحاضرة القيمة. شكرا شكرا جزيلا. بصراحة ما عندي فكرة على الإشعاع تأثيره على الخلايا الجذعية للأسف، ولكنه بالفعل سؤال مهم جدا. أعتقد نوع حسب نوعها وحسب مكانها، بس ما بدي أحكي بصراحة بإشي مش متأكدة منه، ما عندي معلومات كافية عنه. شكرا شكرا لك. يهمك. طيب في عنا اللي هو الأستاذ علام. بس تفضل أستاذ علام. السلام عليكم. بدي أسألكم، بدكم تعيدوا البرنامج الفيزياء الفلكية؟ الأستاذ بيرد علي. أستاذ مرعي، نعيد البرنامج؟ لا، احنا رايحين في البرنامج علام لمرحلة تطبيقية إن شاء الله في العطلة الصيفية، في يعني بنتأمل هيك في شهر 7 بعد ما يخلصوا الطلاب المدارس. بس إذا بدك تحضر المحاضرات موجودة، يعني المحاضرات موجودة على موقع الوزارة، موجودة على موقع الأستروفيزيكس. ما بعرف يعني إذا صار مجال العام القادم نبدأ جولة جديدة ممكن، بس على الأقل إحنا لسه ما خلصنا يعني. إن شاء الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. عافية. لا، أنت من وين؟ عرفنا بحالك. من كرم. من كرم. أي صف؟ الصف التاسع. أوكي، طيب. خلينا على تواصل يا علام. إن شاء الله بيكون لك فرصة معنا في المخيم الفلكي الصيفي إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. دكتور أيمن رافع إيده يا شباب. تفضل استاذ ايمن. يعطيكم العافيه. احتمال سؤال غريب شوي، بس يعني انه حاب اساله واشوف شو المنطق في الشيء الموجود. على اساس انه في عندنا حديث نبوي على اساس انه كل ابن ادم ياكله التراب الا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامه. فانا حاب اسال العجب الذنب اللي هي اللي اخر عظمه في العمود الفقري، بتساءل بيني وبين نفسي إنه إذا في خلايا جذعية ممكن تكون هي اللي، يعني أنت فاهم شو قصدي في السؤال، احتمال يكون في خلايا جذعية أهم من بالشعر، أهم من هون، إنه كيف ربنا راح يخلقنا ثاني مرة يعيدنا للخلق من عجب الذنب. فحاب تعليقك على هذا السؤال. إذا في حدا درس فيه، عمل فيه، شاف إشي فيه، إشي عجيب ممكن إنه نستفيد منه أو لا؟ أول مرة بصراحة بسمعه، بس 100% حبحث فيه بعد المحاضرة، لأنه هلأ بتسأل قاعدة عن نفس الموضوع. يعني هو السؤال مطروح، إحنا الواحد يفكر فيه، أنتوا كعلماء إنه مثلاً تاخذوا أحاديث أو مثلاً إشي معين، إنه هل هو صح، هل هو منطق، هل هو نستفيد منه علمياً؟ يعني سؤال مفتوح. صحيح، بلكي حديث موضوع شو بعرفه. أنا مر علي الحديث وبكيت أقوله للطلاب وأنا أعلم إنه عادة لما يوم القيامة يعاد بث الخلق منه، لكن بصراحة ما شفتش مرجع ديني موجود فيه، مع أنه بكيت أقوله للطلاب لأنه موجود في الكتاب إشي زي هيك، بس بصراحة مش عارف. يعني ممكن علماءنا هنا يجابوا أو يحاولوا يبحثوا أو يحاولوا يشوفوا إذا في أبحاث شغلة زي من هالنوع، خلايا جذعية من عجب الذنب أو هيك إشي. بس إلى البحث عند الدكتورة منيرة. طب دكتورة، في شيء بصراحة قاعد بدور بذهني، على قديش الأبحاث اللي مرتبطة بهذا الموضوع أو مواضيع أخرى قاعد بتأخذ زمن طويل، وكذا بتفهم بحاجة لأدوات، بحاجة لتمويل، بحاجة لأشياء كثيرة جدا يتعلموها الناس وعرفوها. على الغريب في فترة الكورونا قديش سرعة إنتاج اللقاحات كانت. شوفي قديش يعني السكري مثلاً أو السرطان من أكثر الأمراض المسببة للوفاة، وفيها اهتمام بالعالم بشكل كبير. عدد الناس اللي ماتوا في الكورونا، يعني مبارح كان تقرير للصحة العالمية، يمكن 20 مليون.
بس إذا جينا قارناهم مع اللي ماتوا بسبب مضاعفات السكري أو بالكانسر أو غيره هم يمكن أضعاف أضعاف. بعرفش شو هالمفارقة عند شركات الأبحاث أو مراكز الأبحاث في الكورونا، خلال أشهر كان اللقاح جاهز ونازل على السوق، في المقابل هذه الأمراض الخطيرة والمزمنة مش قاعدين بنلاقي فيها تقدم كبير مع طول الفترة الزمنية. ما بدريش بالضبط شو التفسير، بديش نروح لقضية المؤامرة ومش مؤامرة، بس على الأقل إلا في إشي علمي مرتبط في الموضوع. لا صحيح، احنا بنتساءل في نفس الموضوع في المجالات العلمية دائما بنطرح نفس السؤال، بس اعتقد انه كان في وقت الكورونا ضغط سياسي على الدول انها كل دولة بدها تطلع اللقاح، فهذا الضغط خلى التمويل ينزل بشكل كبير واجبر المؤسسات انها توقف ابحاث على جميع المجالات وتركز على الكورونا. انا بتذكر اني بعد وقت الكورونا كنت بخلص الدكتوراه وكنت بقدم على شغل كباحث ما بعد الدكتوراه، واغلب المختبرات اللي كنت بقدمها في مجالي قالوا لي انه احنا موقفين شغل على الامراض العصبيه وهلا مركزين على الكورونا، لانه كل التمويل اللي كانت تعطيه الحكومات كان لايجاد لقاح او ايجاد تشخيص احسن او اسرع او ادق للكورونا، فهذا اللي صار يعني في وقتها. ولكن طبعا يعني للاسف هي مسيسة بشكل كتير كبير، بتكون مواضيع التمويل وعلى أي مرض تروح، وما بتلاقيها منطقياً إنها بصير التمويل الأكبر للأمراض الأكثر انتشاراً أو الأكثر شيوعاً أو اللي بتعمل ضغط اقتصادي على البلد، بكون إنها الأمراض اللي بتكون بقدر إنها الأمراض اللي ماخدة سمعة أكبر أو إذا تعالجت بنحكى عنها أكثر. تمام. طيب أنا عندي تكملة للأستاذ مرعي اللي هو السؤال اللي طرحه. طيب هل ممكن مثلا هو الفيروس هو عبارة عن زي كائن حي دخل لجسم الإنسان صحيح؟ هل السكري مثلا هو خلل في البنكرياس أو خلل في الجهاز الليمفي في اللي هو إنتاج الأنسولين صحيح؟ خلل في إنتاج الأنسولين، هل في ارتباط بينهم مثلا انه لقاح للكورونا او شيء ممكن انه يعمل شفاء لمرض السكري او الخلايا اللي في الجسم؟ هلا اللقاح بيكون عاده للامراض اللي هي الانتقاليه مثل الامراض اللي بتسببها بكتيريا او فيروس، هاي الامراض اللي يعني بتنتقل من انسان لاخر. السكري مرض مزمن مش انتقالي غير معدي، وسببه هو تلف ب طبعا السكري في نوعين بس بشكل عام هو تلف بخلايا معينة متخصصة في البنكرياس تعمل هرمون الانسولين او مادة الانسولين اللي بتنزل السكر في الدم. مع الوقت هاي بتتلف بتبطل تعمل الانسولين فالسكر بيعلى بالدم وبصير له اثار جانبية. فما في مادة، ما في كائن حي او غير حي، فيروس او بكتيريا انك تعطيها لقاح ضدها، ولكن لازم يا إما تعطي المادة اللي هي الأدوية اللي بتعمل عمل الإنسولين أو بتساعد الخلايا تستفيد منه، أو تصلح الأنسجة وتخليها بالتالي تستعيد وظيفتها الحيوية وتنتج الإنسولين. فهذا هو الفرق. بس طبعا مرضى الكورونا اللي كان عندهم أمراض تانية مزمنة تأثر عليهم، لأنه بالأخير جهاز المناعي جهاز واحد في الإنسان، فإذا يعني صار في أكتر من مرض، الناس اللي عندهم أمراض أخرى مزمنة هم أكتر عرضة أنهم يتعبوا من الأمراض الانتقالية بشكل عام. تمام. سلام عليك دكتور على المحاضرة الجميلة جدا، أنا صراحة استمتعت فيها وأكيد الكل استمتع فيها. شكرا 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 شكرا. في حدا عنده سؤال أي شيء؟ أستاذ تمام، يعطيكم العافية. شكرا دكتورة منيرة على هذا اللقاء، وإن شاء الله أنه بنشوفك في لقاءات أخرى. شكرا زينة، شكرا أسامة، شكرا لكل زملائي في فريق العمل، شكرا للحضور الكريم سواء اللي معانا على تيمز أو على متابعينا على فيسبوك وزارة التربية والتعليم. موعدنا السبت القادم مع ضيف جديد وموضوع جديد إن شاء الله. نراكم على خير، تصبحوا على ألف خير. شكراً، يعطيكم العافية. يعطيكم ألف عافية، تصبحوا على خير. على خير، الله يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية دكتور.